السلام عليكم. في واحدة بعت سؤال بتقول إن هي متجوزة من سنة ونص وهي حاسة بمشاكل نفسية وهي حاسة بالتعاسة وبتفكر في الانفصال، برغم إن هي يعني واخدة زوجها عن حب وبتقول إن هو طيب وحنين وكريم وأخلاقه عالية، إنما هي عندها مشكلة في إن مفيش تفاهم في الحوار ما بينهم، ولما بتقابلهم مشكلة بتكبر قوي وممكن يقعد مثلا كتير متخانقين. هي مشكلتها إن بتقول إن زوجها متطرف في التفكير وفي المواقف الحياتية اليومية، ردود أفعاله فيها قسوة وشدة مش في محلها من وجهة نظرها يعني، وعنده دايما شك فيها، بس من ناحية انها تفشي اسرار البيت برا، وانها بتتعرض دايما ان هي تحلف عشان هو يصدقها وبرضه مش بيصدقها، وممكن ان هو مثلا يتجنبها تماما لمدة اكتر من شهر، وعنده قناعة ان هو مش غلطان، وحاسة ان هي مخنوقة دايما وحاسة بعدم الامان وبرضه حاسة بالعجز ومش عارفة تعيش حياتها مظبوط، وبقت عصبية جدا وحاسة بتوتر. فهي بتقول انا انسانة واكيد بغلط، فهي مش عاجبها ردود افعاله لما هي بتغلط، وبتقول أرجوكم أفيدوني، هل الانفصال هو الحل؟ بصي يا أختي، ربنا سبحانه وتعالى من عليكي بالزوج ده، بجد ده زوج رائع. الزوجة اللي تقول على زوجها أنه عنده أخلاق وطيب وحنين وكريم، يعني دي شهادة كبيرة قوي قوي، يعني بتعبر عن انه يعني انسان رائع، وكونه انسان رائع ده يعني بيخلي سقف توقعاتها يعلى، انه يكون بيرفكت في كل حاجة وان ما يكونش في حاجة ناقصة تماما. فهي بقى بتتفاجئ من ردود افعاله في المشاكل، بتتفاجئ من عنفه احيانا، بتتفاجئ بسلوكيات ما كانتش اصلا يعني ايه متوقعها، والسلوكيات دي هي بترفضها وبتضايق منها وبتقلمها لدرجة ان هي تعبانة وبتفكر في الانفصال. فتعرضك للمشاكل النفسية ده مش السبب الزوج، خلاص يعني اي مشاكل واي تغيير حصل لك هو مش السبب، ولكن السبب هو وجود خلل في الفهم والاعتقاد عندك انت في ايه؟ عن الزواج والرجالة والعلاقات الإنسانية. فأنت اللي عندك مشكلة، أنت اللي عندك نظرة مثالية بزيادة عن أن الزوج الطيب الحنين والعاقل كده يعني لازم يتصرف بالتصرفات الفلانية، فأنت بتتفاجئ لما بتلاقي بيتصرف تصرف تاني. فهديكي مثال، يعني مثلا بتقولي أنه بيشك فيك، طيب ده عادي ليه؟ أول حاجة هو مش بيشك في أخلاقك، تفرق كلمة بيشك في أخلاقك؟ أقولك لا دي ما يتسكتش عنها، انما بيشك انك انت ممكن تطلعي اسرار البيت بره، ده عادي جدا، ده هو كده عنده مخاوف، خوف من ايه؟ خوف ان هو حد يعرف اسرار بيته. وهنا بقى بيرجع الاختلاف ما بين طبعك وطبعه، انتوا تشبهوا بعض كتير، لكنه هو نتيجة التنشئة بتاعته انه ممكن يكون بيته كان فيه مشاكل كتير، وهو ادرك ان وجود ناس دخلت ما بينهم، ما بين مثلا اهله في البيت، يعني في ناس عرفت بره، فدوت زود المشكلة، فهو يعني كون رأي كده ان الاحسن ان الزوجين محدش يعرف عنهم حاجة خالص ومحدش يتدخل ما بينهم. ده اعتقاد هو جاله نتيجة الظروف اللي هو تعرض لها. وانت من ناحية تانية واضح ان انت ما شفتيش مشاكل خالص في حياتك أسرية، ولسه بقى عندك طاقة ان احنا نتناقش ونقول رأيك ورأيي ونشوف الحل ايه ونعمل ايه، يعني لسه ايه لسه يعني ايه مش يعني ما تقلمتيش بسبب مثلا وجود مشاكل عائلية في البيت. فهو ده اللي مديكي، هو ده اللي مديكي الهدوء في انك انت عايزه تحل المشاكل، والحاله اللي هو بتنتابه دي لان هو اصلا عنده مشاكل وده منها كتير، فهو خايف لحسن تحصل له كده. طيب خلاص، طيب ايه بقى حل المشكله دي؟ هو مراعاه من يخاف مقدمة على من يتضرر. يعني أنا بخاف من حاجة وزوجي متضرر من خوفي ده، مين المقدم دلوقتي؟ يعني أنا بطل أخاف ولا هو يبطل يتضرر؟ مين اللي المفروض انه يتحمل التاني؟ الطبيعي ان السليم يتحمل المريض والمستريح يتحمل التعبان، فاللي خايف ده تعبان. تعبان ازاي؟ مشاعر الخوف بتبقى مشاعر مؤلمة جدا،
لأن هي نوع من أنواع الوسوسة، والإسلام أمرنا إن إحنا لا نعين الشيطان على إخواننا. يعني أنا لو لاحظت إن في حد في أفراد أسرتي عنده وسوسة، ما عودش أقوله مالك فيها إيه، ما فيهاش حاجة، أنت جبان ولا إيه، لا ما تصرفش مع التصرف ده، لازم أراعيه ولازم أعالجه بهدوء وأتكلم معاه بهدوء، عشان إيه؟ الشيطان أصلا بيسخنه يوميا، بيقوله الكلام ده مع وجود مشاعر قديمة، بيفكره بالقديم وبيحطها له، يعني هو بيألمه أصلا، هو مش شخص متألم، فهو مش ناقص، هو عايز حد يتحمله يعني. وشوفي الحديث في موجود في صحيح البخاري بيقول إيه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له؟ أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. يعني هو الشيطان ضحك عليه وخلاه يعمل الذنب ده، تقوم انتوا بقى تقعدوا بقى تحطوا عليه، تشتموه وتهزقوه كده يعني، لا. فانتوا ايه المفروض لقيتوا حد عنده وسوسة ان احنا نراعيه. ليه انا بقولك تراعيه؟ طيب ما ده ممكن يجي على حسابك انت شوية، لان الخير اللي انت شفتيه منه هو يستدعي ده، والحب والكرم اللي انت شوفيه ده تمنه، يعني كل شيء تمن. فتمن الكرم اللي انت بتشوفيه منه والاخلاق والمعاملة الكويسة هي تمنها انك انت تتحملي طبعه السيء، وانت اكيد برضو يعني مش كاملة، فهو برضو ليه لازم هو كمان انه يتحمل طبعك، لو فيك طبع يعني ايه مش مريحه يعني. فحاولي ان انت تساعديه بان انت تأكدي له بشكل غير مباشر، دايما تتعاملي معاه بشكل غير مباشر، ان اللي بيحصل في البيت ده بينكم، والحوارات اللي بتحصل ما بينكم ومشاكلكم ده سر خطير، ما ينفعش ان حد يطلع عليه، فاهمه؟ ويزمي اي ست بتطلع اسرارها بره قدامه كده، انت فاهمه يعني؟ قولي له: ايه ده، انا مش عارفه، مش متخيله ان في ست ممكن تعمل كده. الكلام الغير مباشر هيجي معاه، كونه بقى ان هو ردود فعله عنيفه ومتطرفه، فدي التطرف والعصبيه السريعه دي من الصفات المختبئه خلف صفه الحنان والطيبه. دايما هتلاقي الحنين والطيب، هتلاقي احيانا كده يتصرف تصرفات غريبه وسريعه ويعني فيها حته تطرف زي ما انت بتقولي كده. فيعني في الغالب كده التطرف ده صفه مصاحبه للانسان عاطفي، والعاطفة اللي عنده دي الوجه الحلو بتاعها هو الحنان والكرم، الوجه الوحش بتاعها هو الشك كده زي ما انت بتقولي والتطرف. فهو بيحاول ان هو يظهر بمظهر الصارم الجاد، ليه؟ عشان يخفي الحنية قلبه اللي جواه، اللي هو شايف ان هي من وجهة نظره كانت ضرته وسببت له مشاكل، او سببت مثلا لأبوه مشاكل. قد يكون مثلا شاف أبوه قدامه راجل حنين وبيتحط عليه، فهو قرر انه ما يكونش الشخص الحنين ده، فممكن يتصرف التصرفات ده ويدي وش خشب كده قدام الناس عشان الناس ايه تهابه وتعمله حساب. طيب ايه بقى حل المشكلة دي؟ هو محتاج ان هو يقرأ عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه عشان يعرف ان الرفق افضل من الشدة. طيب انت ايه بقى موقفك معاه؟ يعني ما تنتقدهوش وبرضو ما تحكميش عليه، هنعذره ونعلمه. يعني ايه يعني؟ يعني بصي، احنا دايما عارفين ان ايه، ان الست بتقف جنب جوزها دايما في الحاجات الماديه، يعني لما يعوز فلوس تديله تبقى هي ست جدعه، لما تبيع له ذهبها يبقى هي كده ست بقى وقفت جنب ايه، جنب جوزها. لا، في حاجه اسمها نقف جنب زوجنا بان احنا نتحمل الطبع السيء مع محاوله اصلاحه. انا مش بقولك انك انت لازم تعملي كده، بس هو ده من باب حسن العشره، ده يعني انت تصلحي الطبع ده ازاي، مش بالنصايح. لا، هنصلح ازاي الطبع السيء في الزوج؟ مثلا احنا خلاص شايفين ان احنا محتاجين ان نعلمه دينه، محتاجين ان احنا يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف النبي اصلا بيتصرف ازاي والصحابه بيتصرفوا ازاي. فمثلا هنقول له: انا لقيت مثلا دروس على النت بتتكلم عن السيره، فمش معقول انا وانت نبقى يعني كل ده ما نعرفش سيره النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه عن الصحابه، فما تيجي نسمع. وتبتدي تسمعي مع الدروس دي، يعني تعملي لكم كده ساعه في اليوم تسمعوا فيها درس عن السيرة. فهو لما هيسمع هو هيتأثر بالكلام ده أحسن بكتير قوي ما يجي له الكلام عن طريقك انت بشكل مباشر، تمام؟ فمثلا أنا هرشح لك مثلا دروس السيرة النبوية لمين؟ الدكتور راغب السرجاني، هايل جدا، لأنه هو أو أي حد تاني يكون عنده رفق ولين، ما تجيبيش حد عصبي، هاتي حد عنده رفق ولين وأخلاق وسمعيه منه دروس السيرة، هيتأثر. خلاص، مع الصبر
نصبر يا جماعة على طباع بعضنا السيئة، نصبر نصبر ونعالج، نصبر ونعالج، لأن هو ده يعني هو ده حالنا، وهو ده طبيعي، محدش فينا كامل. فلو كل واحدة يعني اتضايقت من جوزها شوية اتطلقت، ما خلاص ما كلنا هنبقى متطلقين يعني، ومفيش حد هيتجوز تاني. فلا، الزواج فيه حاجات جميلة وانت بتشوفي منه خير، فلازم تتحملي الشر اللي هيجيلك منه برضه. طيب، اما بقى بخصوص قناعته ان هو ما بيغلطش ابدا، وان هو يعني الشخص اللي قدامه اكيد هو اللي غلطان، ده سببه ان هو شخص متحفظ وبيحاول ان هو يحط نفسه في قالب معين رسمي كده عشان يتجنب اي مشاكل، لانه شخص حساس والمشاكل دي بتألمه قوي، فهو لقى ان الحل في تجنب المشاكل، ان احنا اصلا من بدايتها كده ما نعملهاش، يبعد اصلا عن مصدر المشكله. عشان كده لما بيزعل منك بيبعد ليه؟ عشان المشكله ما تكبرش. فهو تجنبه ده، انت شايفه ان احنا يلا نقعد مع بعض ونحل، هو شايف لا، احنا نبعد لغايه ما نهدى والمشكله هتتحل لوحدها. ده وجهه نظره يعني، عشان هو شايف لو اتكلمتوا مع بعض ممكن المشكله تزيد. ده برضه من خبرته القديمه، وهو يعني نفسه ان انت تساعديه في تحقيق ده، هو عايز يعيش بسلام، مش عايز يعمل اي مشاكل. فعشان كده هو بيحاول دايما يوضح لك طبعه، يوضح لك الحاجات اللي بيكرهها، وبيبقى حريص كده بزيادة على انك يعني ما تغلطيش، عشان هو ده يعني مرارة الأخطاء دي، وهو عنده خبرة بأن ممكن كلمة بسيطة جدا تطلع منك بشكل تلقائي تقلب الدنيا، أما أنت ما عندكيش أنت الخبرة دي، فهمتي؟ فهو ده السبب في أنه بيفكر بالطريقة دي. فأكيد برضه هو فهم الحتة دي عنك وخايف يحسن بسبب تلقائيتك دي وقلة خبرتك في الحياة أنك أنت تعملي مشاكل يعني. فانا بنصحك انك انت فعلا تحاولي فعلا تتجنبي المشاكل فعلا، ولو قالك بلاش الاصحاب دول قولي له طيب مين الاصحاب اللي انت موافق عليهم، انت فاهمه يعني؟ شوفي ابعدي عن الشر يعني هو شايف ان البنت دي لا خلاص، طيب مين اللي عجبك فيهم؟ لا البنت دي كويسه. اذا هو عمل كده طوعي، اذا قالك لا 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 طب علاقتك بكل الناس لا 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 انت محتاجاهم في ايه، لا هنا لا هنا ما توافقيش. انما لو قالك بعضهم خلاص هو ادرى، وهو دي بتقلمه، هو عارف حاجه، هو شاف حاجه، هو فاهم حاجه، لا توعيه في دي، وفعلا حاولي انك انت تتجنبي المشاكل، وهو فعلا معاه حق، لان فعلا يعني ايه في فعلا مشاكل بتبتدي بكلمه، وكان ممكن لو ما قلناهاش كان الموضوع انتهى. فهو فعلا معاه حق في الحته دي ان احنا نتجنب المشاكل، فحاولي تعذريه وتساعديه فعلا على ان احنا ما يبقاش في مشاكل في البيت. وان انت طالعه بتقولي انا ايه انا المشاكل دي حاجه طبيعيه، لا المشاكل مش حاجه طبيعيه على فكره، يعني هو المشاكل حاجه ممكن تحصل بس مش ده الاصل، انت فاهمه يعني؟ ليه المشاكل بتيجي منين؟ بتيجي من وجهه نظري ووجهه نظرك. طب احنا ليه نعمل مشاكل؟ طب ما انت تقولي وجهه نظرك وانا اقول وجهه نظري ونشوف لنا حاجه في النص، فاهمه يعني؟ اختلاف وجهات النظر ما يعني مفروض انه ما يعملش مشكله، انما بيحصل مشكله بسبب ان الاشخاص اللي بيتعاملوا مع بعض هم فاهمين غلط اصلا. فانت اقعدي كده معاه قولي له دلوقتي انا دلوقتي ليا وجهه نظر مختلفه عن وجهه نظرك، المفروض اعمل ايه عشان نعدي المشكله دي ما تبقاش في مشكله؟ ها احنا انا زيك بالظبط مش عايزه يبقى في مشكله، قولي الخطوات 1 2 3 اعمله ساعه ما تبقى وجهه نظري تختلف عن وجهه نظرك، فاهمه؟ اتفقوا مع بعض على اسلوب يتناسب معاكم انتوا الاثنين. هو في الاخر بقى بصي، انا اوصي نفسي واياكي بعدم التسرع في الانفصال، هو فعلا بيكون حل بس لبعض المشاكل، ولكن مشكلتك الحمد لله هي مش من المشاكل القوية اللي تستدعي الانفصال، فهي كل صفة مضايقاكي فيه هي أصلا سبب لصفة حلوة فيه، فاهمة ازاي؟ فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، والحديث في صحيح مسلم، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضية منها آخر. يعني إيه؟ يعني الكلام يمشي مع الست ومع الرجل، يعني ما تكرهيش جوزك عشان في بعض الصفات اللي مش عاجبك، فكونك قدرتي تعدي عيوبه وما تبقاش العيوب دي تمس الدين والأخلاق، هي بس بتمس يعني الطبع اللي هو موروث، فهو بس محتاج ان هو يعمل عملية تزكية لنفسه، وانت ان شاء الله هتساعديه على ان هو يحسن العشرة معاكي، وربنا يوفقنا كلنا، والله أعلم.